Hello, my friend. Welcome to Answer with Plate Las Vegas. Today we're gonna talk about the water. The question, do you drink enough water? Do you think the water was flavored? Would you drink more? We all know we need at least 8 glasses a day. Water is an essential component of our body. It transports oxygen, hormone, nutrition, clear the system from the toxic. So basically the water is the safest and the cheapest remedy for any health condition. I'm sharing with you my 3 vitamin water, so stay tuned. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم في طبق أساور لاس فيغاس. حلقة اليوم غادي تكون على الماء. السؤال واش كتشربوا الماء؟ واش كتشربوا أسيدو؟ واش اللو إلا كان أغوماتيزي ممكن غادي تشربوا أكثر وتوصلوا لديك النسبة ديال 8 ديال الكيسان في النهار؟ حنا كنا كنعرفوا بأن الماء أساسي للجسم ديالنا، كينقل الأكسجين، التغذية، الهرمونات، كينقل لنا الجسم ديالنا من أي مواد سامة، كيساعد على الحمية لأنه كيشبع. سو اليوم أنا جبت لكم 3 ديال الغسل ديال اللو فيتامين اللي كنستعمل شخصيا وكيساعدوني أنني نشرب 8 الكيسان ديال الماء. بقاو معايا. اوكي فريند، باك تو شو يو ماي تريو. الاصدقاء ديالي رجعت باش نوري لكم لو تريو ديالي ديال لو فيتامين اي. اوكي، فيرست وان، وان اوف ماي فيفورت، واتر ميلون، كيوكمبر اند روزماري. هذا اللي يعز عليا بزاف، فيه التلاح والخيار والازير. التلاح هي فاكهه موسميه وغنيه بالمياه وفيها واحد الحلاوه رائعه، خاصكم تستافدوا منها وغتجربوها غتعجبكم بزاف. سكند وان It's mint, cucumber and lime. Le deuxième, c'est الخيار الحامض الخضر والنعناع. النعناع دائما كاين في الدار عندكم، اذا ممكن ديروها واش ديروا النعناع الحامض الخضر، ممكن ديروا الحامض العادي مع النعناع والخيار. Third one of my favorite, strawberries and lemon. I already drink 3 of this between yesterday and today. هذا سي مون فافوري اوسي، وانا ديجا شربت 3 منهم قبل البارح واليوم. سي دي فريز اي دي سيترون. Those vitamin water are full of vitamin C, great for the immune system, for the digestive system, great for a weight loss because they will fill you up. هاد الثلاثة ديال لو فيتامين اي هما غنيين بفيتامين سي اللي نتوما محتاجين ليه في هاد الوقيتة هادي، كيساعدوا على في السيستم ديال المناعة ديالنا، ياك كيساعدوا في الجهاز الهضمي، كيساعدوا في الحمية لأنهم كيشبعوكم. Hopefully you will try those and share with me your opinion. Just one information, those fruits, they can be used for 2 days and after that you need to get rid of them and make a fresh fruit. الأصدقاء ديالي هاد الكوي هاد ممكن تستعملوهم مدة ديالهم يومين، فيما تشربوا الماء ممكن تزيدوه، من بعد خاصكم تحيدوا ديروا داك الكوي خي. كنتمنى انا لا غوسيت ديال لو فيتامين تكون عجباتكم، هي ساهله في الاستعمال، اختاروا واحد منهم بقاو تستعملوه يوميا ولا تنوعوا كل سمان، ودائما ما كيهمش وقتاش كناكلو، كيهم شنو كناكلو. My friend, it's not when we eat, it's what we eat. See you next time. أساور.